ايه الاخبار يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل لعبه اوت لاست وست بلور بعد ما وقفنا اخر مره في المكان الوحش المعفن وكل حاجه وحشه فيه، والراجل الميت اللي بيحييكوا اهو. هنكمل الحلقه الثالثه على التوالي بعد ما خلصنا الحلقه الثانيه والحلقه الاولى. الحمد لله، يلا بقى نكمل. قفل ورايا، قفل ورايا. يا ابو منشار كان عايز ياكلني ويقطع من جسمي حتة حتة عشان ياكلها. يا ربي انا فين؟ ايه الاصوات دي؟ استنى، في ضوء هنا. استنى، في مكان. ايوه، اوه، اتبع الدم، اتبع الدم، اهم حاجة اللي احنا نتبع الدم. يلا بسم الله. شايف حاجة؟ الدنيا كحل. استنى، في نور هناك. خرب بيتك، في ايه؟ في ايه؟ يا الله، انا حاسس ان في حاجة واحد من فوقيا. يا الله، ليه كده؟ ليه ليه يا رب؟ عالدم ده مقفول. كمل. اوعى، لازم ننط. بسم الله، طالما في دم يلا بسم الله. اه، ايه المكان المريب الغريب ده؟ النور اهم حاجة نتبع النور. في ايه؟ في ايه؟ استنى بس عشان انا سامعه، سامع حد بيتكلم. يا عم وسع يا عم. استنى بقى كده، لازم نلف. ايوه، نروح نفتح بتاع ده، دم اهو. فنخش هنا، هنا مقفول. ماشي، ده مفتوح. يا عم ايه الاصوات دي يا عم؟ في ايه؟ ايه؟ استنى، ايه ده؟ باسكت بول يعني؟ براس، براس يا معفن، ده براس واحد، خدتوا بالكم؟ استنى استنى اهو، بصوا هتظهر هنا اهو. ارمي ارمي يا معفن، راس واحد. استنى بقى نشوف التدوينه. ايوه، هذه هي اللعبه. ماشي، وبيقول هنا ان هو بيلعب يعني في اللعبه دي وحيدا، مفيش حد بيلعب معاه، وكل شويه بيخسر في اللعبه. صوتك برهان حسابي اذا جمعت 1+2+3+4+5، يعني ما لا نهايه. لو انت جمعت اعداد كبيره يعني ما لا نهايه تصل الاجابه، ولكن اذا توقفت قبل الى اللانهائيه سوف ينتج لك رقما ضخم. اي رقم ضخم. ماشي، يعني هو بيوصف يعني اللي اللعبه كل شويه هيفضل يعمل كده، يفضل يعمل كده لغايه ما لا نهايه. وهيكون لو هو استمر بقى هيكون الرقم هيبقى 1 و12، اي سالب 0 بوينت. مش يعني الرقم ده يا عم فيه. يا الهي، لقد بدات افقد السيطره على الامور. يا عم ده انت دماغك فيها 100,000 حاجه. لو كنت افكر في رحله القياده هنا 400 ميلا في شاحنه مستاجره، انها الوظيفه التي ظهرت في الوقت المناسب. ماشي، الصفحه اللي بعديها. هو الراجل خلاص دماغه ما بقتش فيه يعني، بص بيهلوس. يا الله، يلا يا الله. طب ينفع ادخل العب معاك شويه؟ عم روح يا عم، العب مع نفسك لما الشبح هيجي يقتلك. جري الحوز. في ايه؟ اوف، ايه؟ مين ده؟ مفهوم. ايه ده، في صوت تليفون مقفول. ايه ده؟ اه صح، محتاجين نروح غرفة الراديو. غرفة الراديو ده مقفول. هو لسه بيلعب. ماشي، هو كده بيعمل اصوات دي يا عم. ايه ده؟ اوعى. اوه،
طب شكرا. فتح الباب لين. حلو. يا لهوي يا لهوي. احسن احسن. موت الجنود دول المفروض يموتوا. ما عشوش خالص. استنى في باب هنا مقفول. احسن احسن. كلكم تستاهلوا. مش انتوا اللي عملتوا في المرضى كده اصلا. ده مقفول. ايه ده؟ ضابط شرطي برضو. ماشي يلا. معك بطارية؟ لا. موت. ماشي نط. يلا واحد اتنين تلاتة هوبا. في الله يخرب بيتك يا اخي. الله يخرب بيتك. انت عايز ايه؟ عايز ايه؟ يالا انت يالا يا عم. روح يا عم روح. خلي في مكانك كده. نروح فين؟ نزل. بسم الله. ايه؟ اوه في حاجة هنا؟ ايه ده؟ في بتاع اوه ده مكان سري ده ولا ايه؟ تعال نخش كده نشوف في حاجة. في يا ولاد الذين. بطارية. حلو ماشي اوكي. يلا نكمل. بسم الله. الدنيا ضباب مش شايف اي حاجة. نطلع. استنى نشوف حاجة هنا. مفيش. يلا نطلع. عايز اروح لغرفة الراديو. جري الحفظ. في ايه المكان ده؟ هو ده اشبه بالسجن ده ولا ايه؟ تقريبا كده سجن. يا الله. اوعى. ده التوأم. يا لهوي. هيعمل له مني جلاشة. هيعمله مني جلاشة. اوعى يلا مع سطور. يا ابن الذين. هياخدوا كبدي. لا لا شكرا شكرا. تاني هتظهروا لي تاني؟ مش كفايه انتوا سبتوني في اوت لاست التانيه؟ يا الله. اوه الموسيقى بقى تبدا تشتغل. يا الله. ايه في الوراق؟ عشان انا بص مش مطمن. انا مش مطمن خالص. طالما دول ظهروا هيعملوا عليا كماشه وهيمسكوني. اوعى اوعى يا معلم. اوعى يا معلم انت وهو. لا لا انا هعمل ايه بقى؟ انا هعمل ايه؟ مينفعش اروح كده. بسم الله يا رب. اوعى اوعى يا حبيبي اوعى. بص هدخل هنا مش هعمل حاجه. اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه اجري بسرعه 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 بسرعه. هيقفل. افتح. اوعى يخرب بيتك. اقفل اقفل. مين الغاب اللي رمى الراس دي؟ يا الله. انا اسف انا اسف. لا انت ذكي مش غبي والله. انا ما كانش قصدي عليك. ما كانش قصدي عليك والله. بص تعالى. انا اسف. سلام عليكم سلام عليكم. اسف 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 والله ما كان قصدي. انا بس بعدي بس. يا ربي يا ربي يا ربي. يا الله. لا 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 اطلع اطلع اطلع. ما تنزلش خالص اطلع. اوه يا الله. افتح. مفيش. نط. حاجة هنا. استنى. في هنا ملف. اعمل الاصوات دي بليز. مين؟ هات الملف ده يا عم. هات الملف ده.
يا رب ايه كل ده؟ طب اللي عايز يقرأ البتاع دي ممكن يوقف الفيديو ويقرأه، وممكن يعرف حاجة وانا مش عارفها اكتبها لي بقى في الكومنتات بقى عشان انا تعبت. تعال بس نكمل. تعال نكمل. مين ده بقى اللي كل شوية ايه كام باك في ايه؟ مين انت يا حبيبي؟ مين؟ سكت ليه دلوقتي؟ في ايه؟ بس استنى، تعال راح فين؟ انت حبيبي اختبار من مين؟ انت راح فين؟ تخاف من مين؟ يا لهوي عمل عليك تجارب كتير. لا اله الا الله. خلاص انا سيبك بقى لوحدك بقى، انا اروح اشوف انا رايح فين بقى. انا ايه ده ايه ده، انت معاك ايه ده؟ انت مستنيني يعني؟ يا عم ماشي هطلع لك دلوقتي. افتح كده فول، افتح مفيش حاجة يعني. ماشي يلا نطلع، الواد مستنيني فوق. اكيد لازم ان يعمل لي حاجة، اكيد دول مختلين كلهم. They'll tell you it's science, but Ed. It's not. They were waiting for us in this place. Billy understood. Billy? Always being here. تايزي امشي كويس لو ما عملش حاجة. اوعى اوعى الشبح بيجري وراهم. لا ده مستنيني انا كمان في حاجة هنا قبل ما ننطلق للكابوس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ يا لهوي ده في حد بيتعذب جوه هنا. يا الله سيبه 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 في حالي. والشبح في ايه؟ مين اللي بيتكسر ده؟ انذار في كل مكان. يا رب في ايه يا عم؟ انت معيشني في الرعب ليه؟ ايه ده؟ في حد قافل الباب يا ابن اللذينه. امشي امشي يا عم امشي، سيبك منهم سيبك منهم. دم 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 كله ميت. الشبح عملوا معاهم الصح، الشبح عمل معاهم الصح. ده مقفول ماشي. ايه ده؟ ده غرفة راديو. اقفل اقفل اقفل. ومين اللي بيتكلم ده؟ طيب دي غرفة الراديو. افتح. مقفول ماشي. دي غرفة الراديو صح؟ اهو الراديو اهو. استنى في حاجة؟ مفيش. يلا يلا حد ينقذنا، حد ينقذنا بسرعة بسرعة. يلا يلا بسرعة. ايوه ايه ده؟ يا ابن الذين مين انت؟ ايه ده؟ يا ابن اللذينة ده الواد اللي يا ابن اللعينة ده الواد ده اللي خطفني. يا ابن اللذينة انا لو مسكتك هقتلك. اللي مسكونه حراسه يا ابن اللذينة اللي كسر لي اللابتوب. في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ صوت مين ده؟ يا عم روح، انا لو مسكتك هقتلك يا معفن. يا ابن الذين هرب هرب الجبان. يلا عم نكمل. اوعى مين؟ يا لهوي يا لهوي. كريس 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 انت
انت مش هتحلني؟ يعني كل اعدائي اللي في اوت لاست العاديه جم دلوقتي؟ يعني الشبح وانت والتوأم كله جه؟ يا ابن اللذينه، الواد ده انا بكرهه اصلا، بكرهه. وش انت مش انت انت هتموت اصلا، انت هتموت، انت هتموت، اجري بسرعه. لا لا لا، انا اسف 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 انا اسف. بسرعه 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 بسرعه، ورايا 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 يا ابن ال... ماشي ماشي ماشي، قفل الباب من اللذين. بسرعه 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 بسرعه، افتح افتح افتح، اقفل وراك بسرعه. اكسر الباب اكسر الباب اكسر الباب. اوف 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 اوف، شافني 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 شافني. اجري 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 اجري، اقفل وراك بسرعه بسرعه يا ابن اللذين. انت انا اسف. بسرعه 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 بسرعه. يا حيوان يا حيوان، لا اله الا الله. اهد 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 اهد، ده ورايا ورايا، ما انت هتموت في الجزء اللي احنا لعبناه اللي المره اللي فاتت، هتموت بايد الشبح يا معفن. ايدز اخلاء ضروري. لازم نخرج لازم نخرج. يا الله، يعني كل اعدائي يا عم. روح يا عم، ده انت معفن والله، انتوا اللي عملتوا فيا كده يا عم. روح يا عم، خليك في الضلمه كده عايش. عايزين نخرج عايزين نخرج. ايدز افتح. ايه ده؟ ايه ده؟ الاب مارتن، مش انت هو؟ ايوه، لما اتصلب واتحرق انت بتكتب بالدم. يا الله، ادي خدت تدوينه، خدت تدوينه، شوفها كده ماشي. هو بيقول ان الشخص ده من مظهره كده اللي هو كاهن، ما هو كاهن اصلا ومعفن، يكتب تعليمات على الحوض يتحدث فيها عن الرب. ويدعوني الا اخاف. ماشي، كيف انني شاركت منذ البدايه في مثل هذه الاباده الجماعيه؟ والله دي اباده، مش اباده جماعيه، دي اباده كليه الفاسده. لقد استطاعت مؤسسه مركوف ان تجعل من بعض العقول المعذبه الفقيره وحوشا كاسره. يا رب، عاقدين العزم على ان يحموا ذلك الاختراع بقواتهم العسكريه المرتزقه. ايوه يا عم، مش فاكرين لما الواد كشفني وجاب الحراس عشان انا كشفت امرهم؟ الذي على استعداد لقتل رجالهم في سبيل ذلك. ليزا، انني لم اصلي. ليزا دي اللي هي مراته يعني. انني لم اصلي ابدا في حياتي. يا كافر، انا ما بصليش يا معفن. ولكن لو كان هناك اله ما يستمع الي فعلا. يا ابني جاهل جاهل، هنعمل كافر يعني؟ ماشي، ما يستمع الي فعلا فيقتل جيرمي بلير اللي هو الواد اللي هو مسكنا ده وكسر اللابتوب قبل ان اموت. ذلك الرجل يجمع بين الحكمه والجشع. ده ده معفن. لا يوجد نوع من الالم على وجه الارض لا يستحقه جيرمي. لا يوجد راديو، لا يوجد امل في الخروج الا من خلال الهروب فقط. يا ربي. ماشي نكمل. يا ربي، مقفول. هنزل كاري الحفز. ايه ده؟ في ايه؟ هو المكان ده انا روحته؟ ايوه انا فاكر لما كان في حاجه هنا لما بنط عليها. ايوه، وده اللي عامل زي السجن. ايه ده؟ يا لهوي، عملوا فيهم كده وسجنوهم. ايوه يا لهوي، ايه ليه كل ده يا عم؟ هو تقريبا هو اللي حبسهم كده. ايه ده؟ في ملف هنا، تعال نشوفه. ماشي، اللي عايز برضو يقرا يوقف الفيديو يشوف. ودي الصفحه التانيه بس، وهنا كده كده اصلا فاهمين القصه وهي المشاريع اللي هم عايزين يعملوها. خلاص بقى، ايه بقى؟ خلاص كفايه. انت يلا يا ابن اللذينه يا معفن، انت وهو.
ايوه الواد اللي كان هنا لما كان معاه بتاع ده وكان بيخوفني بس ما ضربنيش في الاخر. ايوه يا عم. والمكان ده كان مفتوح صحيح، قفلوه. ماشي، احنا بقى بنرجع بالذكريات. ايه ده، بطارية؟ ما ايوه بقى، احنا خلاص احنا بنرجع بالذكريات، وانا الضحية اللي قبل الواد اللي هو الصحفي. يا الله، كل حاجة يعني اختلفت بعد ما الواد ده مات. في يا رب، اجري 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 بسرعة. الواد ده انا بكرهه، بكرهه قوي. هيموت، هيموت اصلا في المستقبل. يا معفن يا معفن، اجري بسرعة اجري بسرعة. الواد ورايا 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 ورايا. شباك، انتوا من الشباك بسرعة. عمل حفظ. ممكن نوت تاني؟ لا مينفعش. اوكي ماشي، نط وبعد كده نط. افتح كده، مقفول. المكان ده في نور هناك، ده مقفول، مش شايف حاجة. ده في باب، افتح. في نور هنا، نط هنا يعني، نط هنا. ماشي. هو انا في المجاري؟ احنا هنرجع للمجاري تاني، ما كفايه بقى ولا لا؟ ولا ده اختصار يعني. ماشي، جاري الحفظ. اوعى كهربا، اوعى. هو ده بيكهرب صح ولا ايه؟ هاي فولتج. يعني ايوه اتكهرب. طب احنا عايزين ندخل كده، المفروض بقى نوقف الكهربا دي. ممكن يبقى في مولد هنا ولا هنا؟ استنى، تعال نروح بس واحدة واحدة ونشوف ايه الحكاية. مين بيتكلم ده؟ في حاجة هنا، شوف في حاجة هنا برضو. خد يا عم بطارية. ماشي، استنى في مكان هنا. الله، بسم الله. في المكان ده في 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 يا ناس، وانت بتعمل ايه يالا؟ ايه يا عم ده؟ ايه ده، هو ده؟ هو ده؟ اقفل يا عم، اقفل اقفل اقفل. كويس كويس اوي. يلا يا عم نت، ايه ده؟ يلا يا عم، ايه القرف ده؟ عايزين نخلص بقى كده. قفلنا، ماشي حلو. ماشي تعالى ندخل هنا قبل بس ما نروح، شوف في حاجة هنا، بطارية، أي حاجة. افتح، مفيش. اوكي، وهنا مفتوح، في حاجة هنا. ليه كده يا عم، ليه كده؟ ايه ده، ملف، خد. ماشي، اقتلنا اقتلنا، احرق المبنى، مصيرنا وهنا أبشع من الموت. اقتلنا اقتلنا. انت عايزين تحرق أحسن. ماشي، ايه ده؟ فتح ازاي؟ اوبا، ممكن حد قفله ولا فتح، قصدي تاني تاني. يا ولد الذين، قفلتوه قفلتوه ليه؟ لا كهرب. يا رب، لازم نرجع تاني. طب اروح تاني وارجع بقى. مين اللي قفله؟ مين اللي قفله من الذين ده؟ انا لو شفت اقتله. ايه ده، دي ما كانتش موجودة دي، والحشرات دي كلها. يا لهوي،
بقى الدم. ايوه في حد، في حد فتحه. اقفل يا عم، مين اللي فتحه؟ صدمة كبيرة يا والقلب، يا كان دي جاب حيرة قلبي، كان دي جاب حيرة العمر. بيجري ورايا، بيجري ورايا، بيجري ورايا. معفن معفن، هو ده اللي قفله، قصدي فتحه. يخرب بيت كده، مش عارف اتكلم. اجري بسرعة 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 بسرعة. ورايا 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 ورايا. بسرعة 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 بسرعة. يا الله، افتح بسرعة بقى، افتح افتح. اقفل اقفل اقفل. ورايا ورايا. طب بسرعة اقفل اقفل اقفل. خلاص كده صح؟ لا يا عم، هروح فين؟ تعال روح هنا. معاك حاجة؟ ماشي، يلا نكمل يا عم. ده مين؟ شبح؟ لا لا شبح، تفنش على كده يا شبح. ايه؟ يا شبح، هو اختفى ولا ايه؟ انا افتكرته هيلبسني تاني. يا الله، في باب هنا. اللعبة دي لعبة، لعبة رعب. بعدين لا لا، مش بتخوف، مش بتخوف، مش بتخوف. قال ده انا قلبي بيموت فيها. ننزل، يلا ننزل يا عم. انا سامعك، انا اسف، مش هتكلم. لا مش هتكلم، عشان انا لو اتكلمت هيحصل افظع من كده. استنى اروح فين؟ ايه الجثث دي؟ اطلع يا عم اطلع. يا الله، في باب هنا مفتوح. استنى ماشي يا عم، كل الابواب دي. استنى، في حاجة هنا. احنا كده رجعنا. اوكي، ايدز ده شرطي، موت احسن احسن. انزل. اوكي، حسبنا الله ونعم الوكيل. والله كنت حاسس ان انت هتعمل لي حاجه زي كده. يا الله يا الله، تدوينه طريق سهل للخروج. لقد ظننت من قبل ان اظهار الحقيقه للعالم سيكون امرا في غايه السهوله. لم اعد اصدق ذلك الان، فلا يوجد حقيقه من اساس. مفيش حقيقه يا عم، انت الحقيقه وكل ما فيش حقيقه اصلا، مجرد اكاذيب صدقناها وتماشينا معها، فلم يعد ممكن التراجع. والله انهم اطفالنا يا ليزا، لو لم يكن من اجل اطفالنا لكنت اخترت الحل، الحل الاسهل والاسرع، بدلا من محاوله الخروج من هذا المكان. اللعنة على هذا المكان، انني مستعد ان اعاني اي شيء في مقابل الخروج من هنا. والله انت هتتعذب زي ما تعذب الواد اللي هو في اول كلاس الاولى دي. يا الله يا الله، انا دلوقتي جوه البرج تقريبا، المفروض نطلع نطلع. خلاص الصدمات احنا اتعودنا عليها، خلاص كفايه. واحد طلع لي من مش عارف ايه، لا لا خلاص احنا اتعودنا. يلا يا عم اطلع يا عم اطلع. يلا نط، يلا حلو، يلا بسرعه 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 بسرعه. يلا 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 اطلع يا عم. اوكي تروح هنا، ادي اطلع. احنا كده وصلنا الاعلى. حلو ماشي. اوعى ده، ايه ده؟ الواحد متعلق ده ولا ايه؟ ده الشرطي.
احسن تعلق تعلق، ما انتوا كلكم المفروض تتعلقوا اصلا. يا لهوي ايه المكان ده يا عم، ده جبل ده ولا ايه؟ يا فاكرين البتاع دي اول مره؟ ايه ده، ده المخرج اصلا لما نطلع. اوه شكلها النهايه قربت. الله، ما احنا اصلا المفروض نطلع نروح اصلا هناك. يلا هوبا، اوعى اوعى، امسك 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 امسك. لا لا ما تبصش تحت، ما تبصش تحت، اطلع اطلع. راح فين؟ اقل. لا 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 لا. اوه 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 اوه. يا لهوي انت ازاي مستحمل؟ والله ازاي مستحمل يا ربي؟ اطلع يا عم اطلع، انت ازاي مستحمل والله؟ اوف يا الله، مين ده؟ ايه ده؟ يا الله يا الله، والله انا تعبت من الكلام، مش قادر اتكلم، تعبت والله. يلا عم يلا عم نكمل، هنعمل ايه بقى؟ نطلع نروح فين احنا يعني؟ تحدث يا رب. هو انا في شباك؟ منزل ماشي. مين اللي بيتكلم ده؟ ايه المتاهة دي؟ يا ربي يا ربي، انا عايز اخرج. انزل، في بطارية هنا، استنى. خش من هنا، خش من هنا. عريس مين؟ يا ربي يا الله، في ايه في ايه يا ناس، في ايه؟ في ضرب نار هنا ولا ايه؟ في ايه؟ عم ايه المكان ده؟ انا فين؟ ايه خايف من ايه؟ الواد دقات قلبه بتسرع كده ليه؟ اوعى اوعى، واحد مشنوق. لا اله الا الله، تعال نشوف يا عم التدوين. رجال الحكماء، اوكي. عدت للداخل مرة أخرى، فكلما حاولت أكثر أن أهرب من هنا أجد نفسي سجين في هذا المكان. مرة أخرى لم تعد جثث القتلى مفاجأة بالنسبة لي. والله إحنا بنشوف جثث بملايين ملايين، خلاص إحنا خلاص تعودنا عليها. الانتحار أصبح الحل المنطقي. والله ده الحل، ده مش حل، مش حل الوحيد اللي مثل هذا الموقف. ماشي، ما تنتحر أنت كمان برضه، ولا أنت عايز تخرج عشان زوجتك وأولادك؟ لا لا انا خلاص طوت. يا الله، يخرب بيتك يخرب بيتك. If they catch us, you'll give us to him. مين؟ The man downstairs. مين هو الراجل؟ بص اللي انت بتقول عليه ممكن بعد او مش بعد، هو بعد اصلا. انت فينك؟ ده الواد هرب. ماشي، في بطارية هنا؟ فيش فيش خالص، فيش أي حاجة، بخلة. اوكي خش. الله يخرب يخرب بيتك والله. في ايه؟ اجري بسرعة اجري بسرعة. اروح فين؟ بيدور عليا بيدور عليا.
تدور عليه صح؟ عم نروح يا عم قري الحفظ. بطارية حلو ماشي. عدي عدي يا عم. ايه المكان ده؟ ايه المكان ده؟ ندزل شوف في حاجة هنا. فيش اي حاجة هنا. ملف 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 نشوفه. اوكي ماشي. اللي عايز برضه يقرأ وقف الفيديو بعد كده يقرأ. ماشي افتح يا عم بقى افتح. عايزين نعدي. مزيت ماشي. عندي يا عم اعمل بطارية. اوكي والله احسن حاجة دي البطارية. بطارية والكاميرا جامدين. ما مكنتش معايا بطارية ولا كاميرا كنتش عايش. هو مين اللي بيتكلم ده؟ ننط نط يا عم. وانا بسمع اصوات في خيالي وان انا بسمعها حقيقة ولا ايه؟ مفهوم. هي دي واحدة ست؟ انا مشوفتش واحدة ست في اللعبة دي خالص خالص. افتح. هيوم بصوم. انتوا الحيوانات كلكم كلكم بلا استثناء. وانت اكبر حمقى. امشي. يا عم انا تعبت. يلا يا عم. مفيش اي حاجه هنا خالص. باب مقفول. نط هنا نط هنا. دم دم دم. ايوه ايوه فين؟ يخرب بيتك بسرعه. اجري اجري بسرعه بسرعه بسرعه. المسكبات ايه؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. وراي 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 وراي. اروح فين اروح فين؟ بسرعه 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 بسرعه. المتاهه دي في بتاع ده هنا في بتاع ده هنا. بسرعه بسرعه بسرعه. فين فين؟ اجري بسرعه. المتاهه دي. نط 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 نط. يا الله. نط من هنا نط من هنا نط من هنا. اوعى اوعى اوعى. نط بسرعه نط بسرعه. يا الله انا في مؤمن ولا ايه؟ نط. هذا المكان اللي هو كان فيه. انزل يا عم انزل. يا الله يا الله. عم سيبك منهم. جري الحفظ جري الحفظ. يا الله ايه ممكن الخياطة دي في ايه؟ ايه ده؟ ده في راديو شغال. يخرب بيتك ايه الخرا ده؟ ايه البشاعة دي يا عم؟ هيقفل الراديو ده؟ يا ربي. افتح. مفيش حاجة. انا اروح فين؟ انا اروح فين؟ اروح فين اكتر من كده يا عم؟ فيش هنا حاجة. فيش خالص. المكان الكحل و شاف حاجة خالص. في باب هنا تعال ندخله. ايوه افتح. يخرب بيتك. مين انت؟ مين انت؟ يا لهوي مقفول. انا بقول نقف لغايه هنا. مش احنا تعبنا؟ انا تعبت انا تعبت. لا لا انا هقفل. يلا يلا مع السلامه قبل ما يقتلني.